مديحة توزيع شهر كياك. مديحة الأحد الأول. أمدح فيك يا بكر بتول. أمدح فيك يا بكر بتول مريا تيثئوتوكوس قد اختارك ربك بقبول لأجل خلاص كل نفوس بالبشرى جاك غبريال وقال شرنوتي بارثينوس يا مملوء فرحا وتهليل ومتاسوكيريو ترأى الملاك الرسولين مبساجي افجو اموس جتس مروتن ثوخني هيوم افس مروتن جي بي ترأى لمريم بالتهليل وخطابها بأنجيلوس تحبل وتلد عمانوئيل ابسوتير ترفم بكوزموس يا حلو عليك روح الله وتظللك قوة باشويس وهو ابن العالي يوضع المولود منك قدوس جاوبته ست الأكوان كيف أحبل من غير لموس ولم أعرف قط إنسان خاطبها بأنجيلوس حبيبتك أليصابت طعنت في السن وشيب الرؤوس حبلى ولها ستة أشهر بثبات ليس أمر عسير عند القدوس حملت مريم بأمانتها وسكن فيها الرب القدوس ومضيت بسرعة لنسيبتها ودخلت بيت زخارياس حملت مريم جمر اللاهوت وصارت بيثرونوس وشالت رب الصباوت تسبح له طعمات وطقوس خالف أبونا آدم بغواية شيطان منجوس وخدعته الحية بأوهام وأطعم شورة بزي فلوس خرج لما أطاع الكذاب وطرد خارج باب الفردوس وخالف قول رب الأرباب طلع عريا من غير لبوس خف آدم وبقى حيران فتحنن الله الديان وتجسد من تيبارثينوس خلص آدم وذريه
وكسركوا وشيطان مانوس وفك أبرار ومختاري وعدوا بسرعة إلى الفردوس دونا ببراهيني بوجود مريم تي بارثينوس وأعطانا في نعيمه وفرحنا به من بعد عبوس داود أبوك قال عنك وشرح قوله في إبصالموس إله الآلهة ظهر منك إبسو تير ترفم بي كوزموس دعيتي أم مسياس وفقتي رتبني أنجيلوس وقد ذكرك إسائياس وتنبأ عنك عاموس رأك يوحنا شبه امرأة بهية تضيء بأفكار الملبوس وتمشي فوق سحاب السماء وعلى رأسها قمر وشموس رأك موسى كالعوساج ولهب في أغصانه يحوس والنار ما حرقت قط وراك العوساج هي أم إيسوس رأك حسقيال نحو المشرق بابا مقفولا ختمه محروس وقد دخلوا إله الحق دخل وخرج والباب محروس أزلت اللعنة والعار بحلول فنوتي بيلوس أنت من ناس الأبرار روح ثقيل زيكيوس أزلت كل الأحزان وخلصتي من كان محبوس وأبطلتي وهم الشيطان وصار ذلي مخزي معكوس سماء صرت رمزا ومثال يا طهرة من غير دينوس السلام لك يا فرحة الأجيال يا مريم يا أم إيسوس شري ذهب قالوا عنها موضوع في تيك فوتوس وكل لسان يبجلها تيشلت كاثاروس نشكركم على المشاهدة تابعوا معنا تسبيح ومدائح كياك ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة